السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي قناه كاميرا العياديه وقناه فوتوغراف العياديه وقناه العيادي تي في والجريده الالكترونيه جديد انفو. اليوم كنتواجهوا معكم هنا بالمدخل الشرقي لمضايق صدغه. مضايق صدغه اللي كتوجع على بعد 14 كيلومتر من مدينه تنغرع، وهذا هو الاتجاه فين غادي يمشي. غادي نطلع هنا كما كتشوفوا، هذه هي يعني هذا هو المدخل الشرقي ديال المضايق صدغه، وهذا هذه هي الطريق يعني اللي كتجيب من جهه تنغير. وهنا ان شاء الله هنا غتبدا المسيره ديالنا، طالعين 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 هنا 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 هنا، سير تقريبا شي ساعه ونص ديال المشي تقريبا. دابا ان شاء الله غادي نطلق واحد لابليكاسيون على اساس يعني توريكم يعني الطريق، ونحسبوا بها يعني شحال الكيلومتراج، ونحسبوا بها يعني شحال ديال الدقائق ولا شحال ديال السوايع غادي نضربوا في هذه المسافه هذه. خليكم معايا شوفوا هذا الفيديو هذا من بعد ان شاء الله، وتشوفوا يعني البقيه. ويشفي على رسول الله ينصر النبي سوا، ويختي سوري دبيبان ارض رزميدي على خير. ويشفي على رسول الله ينصر النبي سوا. الله، حتى لهنا ودا الخوت تقريبا ضربت 50 دقيقة ديال الطريق. ها هي الأجواء يعني كيفاش دايرة هنا، هو الديكور كيفاش داير هنا، والإشارة اللي كيعرف شنو هذا يقولها ليا. ها اللي كيعرف شنو هاد الشيء هذا نشوفو في التعليق، نشوفو واش كتسميوه يعني في المنطقة ديالكم. الإشارة ناقص تقريبا واحد النص ديال الخيط في واحد في كل جهة، اش كيتسمى يعني. وهو كذلك يعني وسيلة من الوسائل يعني اللي كيحاربوا بها الإخوان ديالنا الفلسطينيين الكيان الصهيوني او الاعداء ديالهم الاسرائيليين. اش كتسميو هذه باللغه ديال المنطقه ديالكم؟ استسمح الخوت، عفوا، لا ماشي 50 دقيقه اللي ضربت ديال الطريق، 30، نص ساعه ديال المكان اللي ضربت تقريبا ديال الطريق من سميتو من انطلاقا يعني من المدخل الشرقي ديال المضايق صدغه وصولا لهذا المنطقه هذه. كيفاش كتشوفوا يعني الديكور كي داير هنا، خلق الله ما يشاء سبحانك عظيم. حتى هنا الخوت كنت يعني ضربت 33 بالضبط 33 دقيقة ديال الطريق. حتى هنا كتلقى جوج طرقان، كتلقى واحد غادي على يدك يعني اليسرية، وكتلقى واحد نيشان كتمشي نيشان الإشارة. ها هنا واحد الشجرة هادي هي اللي غادي توريك الطريق، ربما إلا جاب الله تجريتي على أين. سير بشوية عليك ورد البال. الله، حتى هنا الخوت ضربت تقريبا 38 دقيقة ديال الطريق. هاد الجبل هادو اللي كتشوفو هنا هي القمة ديال جبال مضايق صدغة. هادو اللي كتشوفو هنا، هادو السلسلة كلها اللي كتشوفو هنا هي القمة ديال سلسلة جبال مضايق صدغة. هادي فقط الخوت غير إشارة، ياك غير إشارة. هادي إلا خصتي تجلى ولا شي حاجة سير مع الطريق، كتلقى حدا الطريق علامة بحال هادو، حجرة فوق حجرة ولا حجرة فوق حجرة، ثلاثة الحجرات ولا أربعة الحجرات واقفين يعني تحت حدا الطريق، سير مع داك الحجرة غادي يبان لك الطريق، وما تخافش تجلى وزعم ما يكون غير خير. اكيد اكيد ان الرحله او ان المغامره 100% غتعجبك. حتى لهنا الخوت تقريبا ضربت 45 دقيقه ديال الطريق. الاشاره هذه هي القمه ديال جبال مضايق صدغه. هذه اللي كتشوفوا هنا هذوك الجبال الى شفتوا راه فيهم باقي فيهم شويه ديال العربون ديال الثلج، هانتوما ها باقي فيهم شويه ديال العربون ديال الثلج. عفوا نسيت قبل ما ذكرتكمش التاريخ فاش كيتصور هذا الفيديو. هذا الفيديو هذا كيتصور نهار الاحد 6 فبراير 2022. الفيديو هذا تصور يوم الاحد 6 فبراير 2022. الله، حتى لهنا الخوت تقريبا ضربت ساعه و5 دقائق ديال الطريق. غادي تحيد منها تقريبا شي 10 دقائق فاش كنصور هذه اللقطه هذو بحال اللي كتشوفوا الان. هي المسافه او هي الدقائق اللي غتكون يعني وصلتني لاعلى قمه. الاشاره دابا كتواجه في اعلى قمه، قرب يعني بدا ننزل لديك البلاصه اللي قال لي هذاك السيد. الاشاره بالغطاء النباتي اللي كاين في هذه المنطقه هذه، هذا كنسميوه حنا بالامازيغيه كنسميوه اوري. بغيت نشوف يعني في التعليق كيفاش كتسميوه نتوما في المنطقه ديالكم هذه العشوه هذه. الاشاره هي كتعتبر من العلف الرئيسي او يعني من الاعشاب الرئيسيه اللي كتاكلها الماشيه ديال الرحال في هذه المنطقة هذه. وللإشارة كذلك أنا دابا كنتواجد في القمة، قدامي هنا يعني واحد المسكن ديال الرحال اللي هو عبارة عن كهوف يعني وبيوت يعني دايرة عليها الحجر، كتسمى حنا كنسميوها حنا بالأمازيغية كنسميوها أفراي.
هذه الا شفتوا الصوره، هذا واحد النوع ديال الطائر ديال الطيور كيكون هنا، كيتسمى بالامازيغيه، حنا كنسميوه بالامازيغيه تمعضرت. انا فقط الخوت كما كنشوفوا هذا الكلب ديال الروحه كيجيك، ما تحركش من بلاصتك، لا خليه، ما تخافش منه، حيت الا خفتي منه يكون يعني الجسم ديالك كيطلق شي ماده كيشمها الكلب، كيعرف بلي راك خايف. ما تخافش من الكلب، لا، ولكن الا قلت لك ما تخافش يعني انك ما تردش بال، لا رد البال، حيت الاغلب ديال الكلاب هما غداره. واش فهمتوا؟ هذه فقط غير اشاره ندخلوها في هذا الفيديو هذا. حاول ما امكن توقف بلاصتك بحال هكا، الى جاء ربما راه كيزيد كقرب بزاف، الى قرب ثاني بزاف بحال هكا لا باس تهز شي حجره. ها هو شتي، انا دابا مثلا هزيت الحجره، هو خاف هرب صافي. هذه فقط غير كعشره غير ندخلو معكم في هذا الفيديو هذا باش تستافدوا الناس. الله، واخيرا وصلت للقمه بعد ساعه وعشر دقائق ديال الطريق. ها تين غير كيفاش كتبان ليا من هنا شفتو، ولكن هذا راكم عارفين يعني التصوير ديال التليفون ما غاديش يبان لكم مزيان. هادو هما يعني الرحال، السكن ديال الرحال اللي كاين هنا. عييت من عييت لهم، ولكن كتبان ليا غير بنت وحده اللي كاينه في هذه البليصه هذه. على عين الله يعاونها والله يعاون الجميع. تذكروا ما تنساوش النصيحه اللي قلت لكم على الكلاب. وباقي يعني الان وصلت كما كتشوفوا، وصلت للقمه. الى شتو هذا الحجر هذا اللي تجمعنا هنا فين كيحطوا المشيه ديالهم، هنا فين كيحطوا الرحال المواشي ديالهم، هاد الحديده هادي هنا فين كيحطوا العلف ديالهم، وهنا هادي هنا فين ساكنين، ساكنين تما دايرين شي كهوف. على عين الله يكون في عوان ديال الجميع. هادي هي القمه ديال جبال مضيق تدغى، وهنا هادشي هذا الديكور اللي كيبان لكم بين هاد الجبال هادو هو بالضبط دوار ايت سنان. وهذه هي تين غير اللي كتبان لكم بين هاد الجبال هادو، نحاول نزوميها شويه اللي غتبان شويه. هنا الطريق اللي غادا جهه ايت عيسى وابراهيم، الطريق اللي غادا جهه الرشيديه. يا ودي الله يهديك، يا ودي عليك الامان انت والروحال ديالكم ولا موالين داركم ولا يا لطيف. هذا بعد الاشاره اللي كتب هذا عند واحد العوينه مشات ليه واحد العوينه، نحاول نزمي شويه شتو. راه مشات ليه واحد العين وباقي بغا يشد في العيه دي. اي والله هذيك هو صافي، انا غادي بحالي، انا خليتك انت والبلاصه اللي عسايه ها فين عس الرحال وجاي تبع العيه دي. والله هذيك انا غادي نخليكم. يلا سير. صراحه الكلاب ما كاينش شي حيوان وفي من الكلب، ما كاينش. وتقول هذه لي الاشاره فقط، غير هذه قصه غادي نعاودها على ذكر الكلب. هذا واحد السيد في واحد الدوار، ما عرفت واش غادي يخليكم الصوت ديال الكلب تسمعوا الصوت ديالي مزيان ولا لا. هذا واحد السيد في واحد الدوار من الاغنياء ديال ذاك الدوار، كيتزوج بشي مرا وكيدير ليها الشهود وكيتزوجها بالشهود. هذه فقط غير قصه ناخذوا منها عبره. كيتزوجها بالشهود من بعد فاش كيستغلها هذا وكيطلقها ياك. واحد الخطره مهم تلاقى مع وحده فاهمه مزيان. مهم فاش بغى يطلقها قالت القاضي او دا سعاده القاضي، هذا السيد هذا راه مزوجني بالشهود، قال ليها جيب لنا دوك الشهود. جابت منهم جوج ونكروها. لا هذه ما كنعرفوهاش، ما عمرنا شفناها في حياتنا، نكروها. شوفوا الذكاء ديال القاضي، شوفوا الذكاء والفطنه ديال القاضي. قال لها واش عندكم شي كلب في الدار؟ قالت ليه ايه كاين. ودا سعاده القاضي، كاين عندنا الكلب في الدار. قال لها مزيان. قال القاضي للاعوان ديالو، قال لهم سيروا ديو هاد المراه هادي، ديوها لديك الدار الى الكلب، الى نبح الكلب في علان، راه ما كيعرفهاش السيد. والا ما نبحش الكلب عرفوا باللي السيد راه كذب. وفعلا داو المراه للدار واستقبلها الكلب يعني بواحد الحفاوه، يعني استقبلها الكلب بلا نباح. وقال له رجع القاضي، قال له سعد القاضي راه يعني المراه راه استقبلها الكلب يعني بلا نباح. قال القاضي السيد قال له غادي تهدي مراتك، غادي تخليها مراه تزوج بها ولا ياخذ معاه الاجراءات. على عين هذه فقط حكيتها لكم يعني غير باش تعرفوا يعني الفطنه والذكاء
ديال القاضي وباش تعرفوا يعني الوفاء، الوفاء ديال الكلب. داك الشيء حاجه قلت لكم ما كاينش في العالم شي حيوان وفي من الكلب. هذه فقط تود الخوت غير كاشاره، ضروري غادي ندخلها لكم في هذا الفيديو هذا تشوفوها. غادي تشوفوا هذا الحجر هذا اللي داير اللي دار بحال هكا، غادي تقول لي يلاه اش صالح، وغادي تشوفوا بالضبط هذه النقيطه هذه تقول لي يلاه اش صالحه. هنا الرحال، او هنا فين كيصيدوا الارانب، يعني الارانب الخلويه، ياك الارانب هنا فين كيصيدوا يعني الرحال. الارانب كدير نشبه هنا، كتجي مثلا كيجي شي ارنب مثلا القنيه او القنيه، كتجي لهنا كدوز هنا كتلقى واحد الفخ هنا كتوطى عليه وكتشد، كتلقى الحجره هكا كتجي معك كتلقى هذا المخرج، كتبغي تدوز من هذا المخرج هذا كتشدها هذيك المصياده او ذاك الفخ او ذاك سميتو على عين. هذا فقط غير كاشاره في هذا الفيديو هذا، غير باش تعرفوها وصافي. الله حتى لهنا الخوت تقريبا ضربت 4 كيلومتر ونص تقريبا ديال الطريق في الظرف ساعه و45 دقيقه يعني ديال المشي على الاقدام، ولكن راه صراحه راني بوحدي وكنت مشي يعني وحده يعني ما زربانش على عين الخوت. هذه هي القمه ديال جبال ديال المضايق سدغا. شتي ديك القمه اللي كتشوف من التحت وكتستمتع بها في شهر 7 وشهر 8، راه تقريبا انا كنت واجد دابا على القمه ديالها بالضعف يعني بالدوبل. علينا ود الخوت هنا الطريق ها فين طرقت المدخل الشرقي ديال لي غورج، دزت هنا سير تقريبا من هنا خلاص، راه كاين رسم توضيحي ديال لوكاليزاسيون ولا غادي يوريكم فين. هنا تقريبا هنا حتى الهيض في الدوره هنا الكلب باقي لاصقني، وزت هنا انا دابا واقف معكم هنا للاشراف ديال الخوت السيد اللي ورا لي الطريق ولا اللي ورا لي كيفاش فين نصور. قال لي تمشي طلع حتى الفوق حتى القمه ديال الجبل غتلقى تما الرحال، هما غادي يوريك البلاصه فين كيسقيو الماء فين كيسقيو المعيز وداك الشيء، ولكن لقيت الخيمه ديال الرحال خاويه دوماج. علينا ند الخوت هذا الفيديو هذا ما كتبش يعني نوصل فيه يعني داك الشيء اللي بغيت، ولا نوصل فيه ولا نصور فيه داك الشيء اللي بغيت انا شخصيا ولا اللي بغيت نوريه لكم دوماج، ولكن كنوعدكم بلي هذا الفيديو هذا باقي غادي يتعاود فاش نكون يعني فاش المره الجايه ان شاء الله نكون غادي مع شي مرشد سياحي ولا غادي يكون اللي تكون عنده يعني خبره ولا شي ولد المنطقه ولا غادي يوريني فين ندوز وفين نمشي. على اي يكفيكم انكم تشوفوا هذه المناظر هذه الخلابه. شفت الثلج باقي تبارك الله في هذه المنطقه هذه ما شاء الله. يكفيكم انكم يعني تشوفوا المضايق ديال تدغى من القمه العليا ديالو. سبق لي صورت واحد الفيديو ولكن كان حدي ديك الساعه هنا دابا تبارك الله راه يعني دزت ديك البلايصه بزاف. علينا نبدا الخوت هذه هي الطريق. شوف هنا بالضبط فين هنا اي تعشى هنا وهنا اي تسنان تبارك الله، وهنا خلصتني غير كيفاش كتبان من بعيد. هذه التصفيات ديال المياه ديال الصرف الصحي اللي كان جهه على الطريق ديال جهه وكليم، وهذه تنغير من بعيد ولكن دوماج مع التصوير ديال التليفون ما غاديش تبان لكم مزيان. علينا نبدا الخوت. مرحبا بكم في اغلى مائده ديال الغداء في العالم، قريعه الماء هي هذه، وتميرات ديال السكري. هنا للاشاره قبل ما نودعكم تشوفوا الوفاء ديال الكلب باقي لاصقني، ها هو شوف باقي لاصقني. وقبل ما نودعكم ما تنساوش ترحموا على الطفل الشهيد اريان، الله يرحمه والله يصبر والديه والله يرحم جميع موتى المسلمين. الله علينا الخوت، وصلنا لفان ديال الفيديو هذا. كان معكم مصور محمد العادي من اعلى قمه ديال جبال المضايق سدغا. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم، وما تنساوش هذه رساله للشباب بغيتي تسير كبيك بغيتي تسير كبيك تعرف بلي فيهم شي حاجه تحرك اخويا، جي لهنا تدل المدخل الشرقي ديال المضايق سدغا، ضرب هذه المسافه هذه على رجليك. الاشاره كتكون يعني هز النص ديال الجسم ديالك كيكون ركابك هزينو وانت غادي كتطلع الجبل ما شاء الله. على عين ود الخوت هذه يعني رساله للشباب اللي بغى يعرف ركابه واش فيهم شي حاجه يتحرك يدير هذا التور هذا، والله ما تندم غير زعما سيدي والله ما تندم. على ود الخوت كان معكم مصور محمد العيدي من اعلى قمم ديال جبل المضايق سدغا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.